وتفارر النسوة والأطفال ينادين وضيعتاه ينادين ومصيبتا، وتلك تنادي وجدا ومحمدا. وقد خرجت زينب عليها السلام وكان معها العليل، وإذا بها تنادي يا ابن أخي ماذا نصنع؟ قال عم حفظ النفس واجب عليكن بالفرار، فلاذوا في البيدة من الأطفال من سحقته الخيل بحوافرها. وطفلين من أيتام مسلم بن عقيل هربا إلى البيدة وقد زج بهما في سجن، وقيل لسجانهما لا تطعمهما من طيب الطعام ومن بارد الماء لا تسقيهما حتى انتحلت أبدانهما. وتغيرت ألوانهما فقال الأصغر للأكبر هل لا نخبر السجان عن نسبنا لعل يرق القلب إلينا؟ فجاء ذلك السجان فقال الأكبر يا هذا، قال قل يا حبيب قلبي أتعرف محمد المصطفى؟ قال كيف لا أعرف وهو نبي الأمة وشفيعها؟ أتعرف وصيه علي المرتضى؟ قال كيف لا أعرف، هذا أمير المؤمنين. أتعرف أخوه عقيل بن أبي طالب؟ قال بلى هو أخ له وسيد الوصيين. أتعرف ولده مسلم؟ قال بلى سفير الحسين. قال نحن من أبنائه. يا شيخ ما لك من طيب الطعام ما أطعمتنا ومن بارد الماء ما سقيتنا حتى تغيرت ألواننا وانتحلت أبداننا؟ يا شيخ طلب واحدة، أما قرأت القرآن؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن من أيتام النبي. يا شيخ أطلق سراحنا أو خفف علينا نجازيك في يوم القيامة عند جدنا رسول الله. خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خا وسلام ابونا والاهل كلهم صلاتي. جدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين ذيك العشيره صاح بيها صايح البين ظلت على حرين وضاعت النسوة. ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ قال وإحنا انهزمنا روعتنا هجمة الخير بالبر توهنا وعلينا هود الليل ولا درينا الصار بالنسوة والعليل
يقولون جابهم سبايا الأرض كوفان. أيوة مصيبته قالهم شعبتوني فت قلبي حكيكو صغار ويتام اشحال قلبكم عليكو من بعد من قبل ساعة من أيام يا بعد الأهل مروا بسبيكو فوق المطايا وخالكم راس على سنا انتون خالكم الحسين وجاءت الضعينة ورأس الحسين على رمح بعد يا شيخ ماذا نظرت وماذا أبصرت قال بعيني شفت حرة على ظهري على ظهري المطيع ذوبت قلبي تنوح نوح نوح الراعبي وكل من نظرها قال هذه خارجي نا بنت حن نا بنت باري الرضعان كأني بها على جمل مضالع تنادي ضيعني الوالي خلاني غريب لا أهل عندي ولا بلد يمي لا بلد يمي قريب عني ايش دعوة يا علم طول يا علم طول الغيب ما تلجى في زينب وياها مساوي رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة يا الله صل على محمد وآل محمد فرج عنا اشفي المرضى فك الأسرى رد الغرباء غير سوء الحال بحسن حالك دع عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير أيد واحفظ وسدد حماة الدين العلماء العاملين المخلصين انصرهم بنصرك يا كريم من دعوناك لأجلهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية قر أعين أهليهم ودويهم بهم إلى أرواح العلماء والشهداء الأبرار ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.